أنا ما أفقه شيء، أسأل الشيخ يوجهني أخذ برسالته. يا أخي أنت ما تبغى إيش عندك من العلم عشان تقولي ما بياخذ العلاج وما بعطيه العلاج، وفي الآخر تفقد أبوك أو أخوك أو زوجتك أو ابنك. بداية هذا المرض يا أخوان عام 1981 لما بدأ هذا المرض، عمل ربكة خوف قلق بين الأطباء قريب عليهم، وقيل إن هذا المرض قبل من هذا التاريخ، لكن منظمة الصحة العالمية أعلنت إعلان رسمي أنه يوجد مرض يسمى مرض نقص المناعة المكتسب، ألا وهو الإيدز. متى أعلنوا؟ بعد ما أجريت الأبحاث، وكان واحد باحث دكتور فرنسي يسمونه روبرت غالو، ودكتور أمريكي يسمى لوك مونتيه، لا لوك مونتيه الفرنسي، فعملوا بحث مع ناس أعزكم الله، خذوا عينات مع ناس شاذين جنسيا، ترى هني البؤر هني المشكلة، وعملوا بحث في معهد يسمونه معهد باستور للفيروسات، معروف عن المعهد هذا موجود الآن، وجدوا أن هذا فيروس يعني انتقل من الحيوان للإنسان ومن الإنسان إلى الإنسان. بدأت الأبحاث في الأدوية، الأدوية حلت كل المشاكل اللي قلت لكم إياها، المشاكل اللي قلت لكم الأعراض اختفت كل هذه، طفح جلدي، إسهال، عزكم الله، هذه الأشياء اختفت بالأدوية. ليش؟ الأدوية هذه تدخل وظيفتها تعزز جهاز المناعة وتنزل الفيروسات. ما قلت لكم لما نكتشف حالة نجدها بالملايين، وصل عندما تصل الفيروسات صفر والمناعة ترد طبيعية تشتغل مرة ثانية، هذا الإنسان لو مصاب لا يمكن ينقل الشخص الآخر. شوف ويقول لك أنا مالي داخذ علاج، بروح أذبح لي ثور أحسن لي. انظروا، عندي حالات أتابعها كثير، الزوج مصاب والزوجة مصابة وأنجبوا أطفال غير مصابين. العلم